اثيروسكلروز، تصلب الشرايين، صح كده؟ اثيرو ايه؟ سكلروز. ماشي، بص معايا، افتحوا بقى دوروا على كده في الكتاب عندكم عشان نبدا فيه بقى. اسمه ايه؟ ها، اثيروسكلروز. ده مهم جدا الدرس ده. بص يعني دكتور بطنه، جراحه، قلب، اي حاجه هتقابل بتاع ده، اثيرو ايه؟ سكلروز. ماشي، فاسكولار طبعا، فاسكولار طبعا، مش كلام، في جراحه اوعيه دمويه طبعا يعني. ماشي، طيب بص ماله ده؟ بص دلوقتي يا شباب، بص في حد دلوقتي الارتز عامله كده كده بالمنظر ده، في عندنا حاجه اسمها انتما، وبعد الانتما في حاجه اسمها ميديا، وفي طبقه بره اسمها ادفنتيشيا. يبقى هما ايه؟ قال لك في انتما وفي ميديا في ادفنتيشيا. انتما، ميديا، ادفنتيشيا. اثيروسكلروزس از ديزيز اوف انتما، ده مرض مين؟ ها، في الانتما. ايه اللي بيحصل يا عم الحاج؟ قال لك الانتما دي تحتها كده بترسب مواد دهنيه، ماشي، سب انتمال ديبوزيشن اوف كوليسترول، تمام، اند بروليفريشن اوف كونكتيف تيشو. يعني بيحصل ايه؟ تحت الانتما بترسب كوليسترول او حاجه اسمها اللو دنسيتي لايب بروتينز، ماشي، وبيحصل بروليفريشن في الكونكتيف تيشو تحت مين؟ ها، الانتما. هو ده الاثيروسكلروز. اكتر ما الموضوع بسيط يعني، مش مرعب يعني. تعال نتفرج هل هو الموضوع بسيط ولا مش بسيط، تعال نشوف. بص بقى، ايه اللي يخلي الدهون تترسب تحت الانتما؟ قال لك والله بص احنا ايه، الاول حاجه يكون الراجل ده عنده نسبه الدهون عاليه جدا في جسمه، فانا عايز اعرف دلوقتي ايه البريدسبوزنج فاكتورز لحالات الاثيرو ايه سكلروز. احنا نتفق على حاجه، الاثيروسكلروز يا جماعه مرض انتما ولا ميديا ولا ادفنتيشيا؟ انتما. واكتر ما احنا هناخد في المرض بعد كده ان الميديا بتتاثر، ايوه، بس المرض بدا فين؟ في الانتما. هياثر على الباقي، ما فيش، بس بدايته في الايه؟ في المنطقه دي. ماشي، طب تعال نشوف بريدسبوزنج فاكتور. قال لك واحد، ايه مشكله العيان ده او الراجل ده عنده ليبيدز عاليه في جسمه؟ هايبر ليبيديميا، صح؟ يبقى عنده اول حاجه ايه؟ هايبر ليبيديميا. المفروض ايتيولوجي يعني، عموما يعني اسمها كده. طب مين الناس اللي عندها هايبر ليبيديميا؟ انا كلها بص، هو واحد ممكن الاكل، الاكل نفسه دايت، يقول لك ايه؟ هاي انيمال فات، اكسس انيمال فات. اثنين، يقول لك ايه؟ ممكن مثلا ميتابوليك، في مشكله ايه؟ واحد عنده مثلا دايبيتس، مثلا الدايبيتس بيحصل فيه ديستربنس في الكوليسترول ايه؟ ميتابوليزم، ماشي؟ او ممكن ثلاثه، خلل جيني، ممكن حاجه جينيتك، ماشي؟ الجين المسؤول عن الميتابوليزم بتاع الكوليسترول فيه مشكله، تمام كده؟ يبقى انت عندك ايه؟ الهايبر ليبيديميا دي لها كذا ايه؟ مشكله، واحد اثنين ثلاثه. الاكل نفسه فيه مشاكل، هاي انيمال فات في الدايت، او ميتابوليك ديس اوردر، عنده دايبيتس مثلا، ماشي؟ او جينيتك ايه؟ ديس اوردر. في حاجه برضو من ضمن الحاجات، يقول لك نيفروتيك سندروم. ايه نيفروتيك سندروم دي؟ دي حته السؤال ده حلو قوي. نيفروتيك سندروم، قال لك النيفروتيك سندروم عباره عن ايه؟ اسمع الحته دي مهمه قوي، عشان في الشفوي ساعات بيبقى ايه؟ بتبقى كوميديا قوي. ايه النيفروتيك سندروم؟ قال لك ده واحد عنده بروتينوريا. يعني ايه اللي بينزل في البول؟ بروتين، حلو كده؟ البروتين بينزل فين؟ في البول. فهيحصل في الدم هايبو بروتينيميا. طب قال في الدم يحصل جنراليزد إديما، صح؟ مش دي ورا بعضها بروتينوريا، فبالتالي حصل ايه؟ بروتين قل في الدم، فبالتالي حصل إديما ومع هايبر ليبيديميا. ليه؟ unknown. اه والله unexplained. المراجع بتقول لك كده، بيقول لك مش عارفين ليه unexplained. خلاص ماشي، فهمتوها؟ نظريه حلوه صح؟ يا ريت يا اخي كله كان كده. ايه سبب كذا؟ انكسبلين. ايه سبب كذا؟ انكسبلين. بس خلاص، يبقى جميل قوي، الدنيا حلوه خالص اهي. طيب، فلقوا الناس اللي عندهم نيفروتيك سندروم بيبقى عندهم برضه تصلب الايه؟ الشرايين نتيجه الهايبر ليبيديميا اللي مش معروف ايه سببها دي. خلاص، ادي حاجه. ايه تاني؟ ده كده اول مشكله اللي هي هايبر ايه؟ ليبيديميا. طيب، اثنين، سكس. قال لك والله فاكرين في قلناها في الميكارديال انفاركشن، اللي بيقول لك ايه؟ الميل
اكتر من الفيميل. ماشي، وخليها كده اصلا. الميل اكتر منها من الفيميل، والنسبه 4-1. بس ده لو فيميل قبل المينوبوز، بيفور مينوبوز. ماشي، طب افتر مينوبوز الميل بيساوي الفيميل، النسبه 1-1. بس ده افتر مينوبوز. ليه بقى قلنا الكلام ده؟ قلنا ليه؟ عشان الفيميل سكس هرمون، ماشي، الاستروجين ده بيساعد على التخلص منها بالنسبه العاليه منين، من لودنس تلايب وايه بروتينز. يعني الرجاله والستات، الرجال اكتر من الستات، بس قبل المينوبوز نسبه 4-1، بعد المينوبوز النسبه كام؟ قلنا هنا 1-1. يعني فوق 60 سنه صلب الشرايين في 2-1. ماشي، طيب 3 ايه كمان؟ يقول لك السيدنشري لايف. ماشي، دي عباره عن ايه؟ دي الحياه مرفهه، ما فيش تمرين، ما فيش رياضه بتاع كلام ده، ممكن برضو يؤدي لايه؟ لاثيروسكلروز. 4 و5 المتلازمه بتاع صلب الشرايين، سموكينج، مدخن، وهايبرتنشن. ماشي، بص اسمع معايا كده، سموكينج، هايبرتنشن مع هايبر ليبيديميا، صلب شرايين. مدخن ضغطه عالي وعنده دهون عالي، دهون عالي جدا في جسمه، صلب شرايين على طول. ازاي بتحصل ازاي الكلام ده كله؟ ماشي، لازم دول الاول. تعال نفكر كده مع بعض، بيحصل ازاي صلب الشرايين؟ بص يا شباب، اولا تصلب الشرايين بيجي فين؟ قال لك بيجي في الارترز كالاتيه، ممكن سيريبرال ارترز، نركز مع بعض كده، ممكن كورونرز، كاروتيد، ميزنتريك، وارترز اوف لوور لمب، والاورطه. تمام، يبقى تاني كده، ايه الارترز المشهور فيها تصلب الشرايين؟ قال لك الاتي، ايه هما؟ سيريبرال، كورونرز، كاروتيد، ميزنتريك، والارترز اوف لوور لمب. حتى دي خدناها في الغرغرينه، فاكرين؟ اي نوع في الجنجرين؟ اي نوع في الجنجرين؟ اي نوع في الجنجرين؟ ها، مويست ولا دراي؟ التصلب الشرايين ده كان بيعمل ايه؟ دراي، صح كده، دراي جنجرين. مهم يعني، ده بالنسبه للايه؟ للارتز اللي ممكن تاثر بالاثر وايه سكلوز، او فيها خطوره عاليه جدا يعني. ماشي، سيريبرال، كورونرز، عندك الكاروتيد، ماشي، الميزنتريك ارترز، الارترز بتاعت اللور لمب، وطبعا الاورطه. ماشي، الاورطه معاهم طبعا. ماشي، ايه اللي بيحصل؟ بص بقى، ركز مع بعض كده. قال لك التصلب الشرايين، ماشي، ركز بقى، بيجي فين؟ قال لك في الاول بيبدا باتشي. يعني باتش شكل مؤاخذه يعني، يعني ما بيجيش في الارت كله على بعض مره واحده، بيجي في حتت معينه، نقط كده معينه. ماشي، النقط دي قال لك اماكن التفرع، اماكن التفرع بتاع مين؟ الارت. يعني الارت شايفين عامل ازاي؟ ماشي، بيدي فرع كده، بيدي فرع كده، صح؟ بيبدا التصلب بيبدا فين؟ او الترسبات بتاع الدنيا فين؟ في مكان خروج الفرع ده كده. ماشي، بيسموها ليه؟ قال لك الانتما هنا اندر ستريس. يعني اندر ستريس؟ مكان محني او عليه ضغط عالي شويه، اللي هو ايه؟ بيسموها ارياز اوف شيرنج ستريس، او هنا اماكن الاوريجن اوف برانشز. ماشي، ادي حاجه. وحاجه ثانيه بتبقى اكتر واعنف في الارترز اللي هي نون سبورتد. مش فاهمين ايه نون سبورتد دي؟ يعني ارتري، اقول لك حاجه، بصوا المنظر اللي فوق ده، مش ده البرين صح؟ الارترز اللي بره دي ايه اللي سندها من الناحيه الثانيه؟ مفيش، سي اس اف. يعني في حاجه سندها من الناحيه الثانيه؟ لا مفيش، هي ناحيه ثانيه سند على البرين، وناحيه ثانيه مفيش حاجه اصلا، ميه. ان سبورتد. تعال بص على الكورونرز، ايه اللي هنا؟ ولا حاجه، هو ماشي على من بره كده، مفيش غير بريكاردم بس بره، حتى سيروس بريكاردم كمان يعني. مفيش حاجه سندها من بره، مفيش. تعال بص على دي، الكاروتيد ماشي في رقبه قدام، ده بيحس بايدي اصلا، فاهم؟ مفيش سبورت كويس فين؟ ها، في الكاروتيد. يعني الميزنتريك، قال لك ده ماشيين جواه دهون وبتاع، الميزنتري نفسه ماده دهنيه كده ماشيين جواه. فكومن في المرات اللي هي ايه؟ ان سبورتد، مش كلام؟ تمام؟ وصلت؟ طيب. وبعدين؟ يبقى هنا بص، يبقى ايه؟ كومن في اول بيجي باتشي، وفي الاريز اوف شيرنج ستريس اللي هي مكان خروج الفروع بتاع الارترز، ماشي؟ وحاجه ثانيه كومن في ايه؟ في النون سبورتد ايه؟ ارترز. ايه بقى اللي بيحصل؟ ماشي؟ يعني ازاي بيترسب ماده دهنيه في الارتر في الجدار بتاعه؟ تعال نشوف مع بعض كده، نبدا بقى الحفله دي. بص، ادي النورمال، النورمال ده دي الانتما. تعال نشوف كده المنظر عامل ازاي هنا. ده مقطع في جدار اي ارتر، اورطه بقى مش اورطه، كورونري ارتري، اي مصيبه. ايه اللي حصل؟ قال لك دي اسمها الانتما او الاندوثيليوم اهو، وفي ده الميديا،
واللي بره دي اسمها ادفنتيشن. وفي طبقه كده اسمها انترنال الاستيك لامينا موجوده كده ايه في قلب الايه الارتري من جوه كده اسمها الاستيك لامينا، عباره عن الاستيك فايبرز كده موجود. في مشاكل؟ طب ايه اللي حصل بقى؟ قال لك بيحصل ستريس على الانتما. ايه الستريس ده؟ هايبرتنشن وسموكينج. قال لك السموكينج بيعمل في كيميكال فاكتورز معاك في الدم كده موجوده بتبوظ الانتما ماشي. طب والضغط العالي الهايبرتنشن ضغط على الانتما صح ماشي. من الهايبرتنشن ده ديزيز اوف ارتريز مش فينز، مع الضغط بتاع الايه ضغط الدم مع المواد بتاع تدخين الكيميكال فاكتور دي كلها تعمل ايه؟ تشقق الانتما، تبعد الخلايا بتاع الانتما عن بعضها ماشي. بيعمل حاجه اسمها ستريس، يعمل حاجه اسمها انتمال كراكس، مش قرح لا، الانتما بس مش في فاصل بين الخلايا بعدت عن بعضها، بقى في انتمال ايه كراكس او شقوق مش قرح اسمها بس ايه حاجات صغيره جدا مايكروسكوبي كلها. وبعدين قال لك الانتمال كراكس دي عشان كده ايه التدخين هو البدايه. ما تلاقيش واحد عنده صلب الشرايين وعادي كده ماشي، لازم عنده مشكله، مدخن عنده سكر عنده في مصيبه عنده ماشي كلام، ضغط عالي تمام. يبقى كده الضغط العالي اللي يبدا ولا يعني بس السؤال بقى دلوقتي، هل هايبرتنشن يعمل اثر؟ يعني الواحد دلوقتي عنده هايبرتنشن وعنده اثيروسكلروز، توقع اللي بدا الاول عنده الاثيروسكلروز اللي بدات عملت هايبرتنشن ولا الهايبرتنشن هو اللي عمل؟ لا، الهايبرتنشن هو اللي عمل اثيروسكلروز ماشي. ازاي؟ قطع الانت شقها. وبعدين خلي بالك عنده هايبرليبيديميا صح مش كده؟ اللي حصل الدهون دي اللي في الدم دخلت فينها من خلال الشقوق راحت فين؟ تحت الانتما ماشي. ايه اللي بيحصل هنا؟ من خلال الانتما الكراكس دي اللو دنسيتي لايف بروتين بتخش في قلب الايه تحت الانتما في المنظر ده ماشي. ركز معايا بقى كده اللي يحصل تاني. وبعدين دلوقتي بدا يحصل حاجه غريبه جدا. ايه دلوقتي؟ بقت اجسام غريبه موجوده تحت الانتما صح، المفروض ان الدهون دي موجوده في الدم ما بقاش موجوده هنا. مين اللي يجي يجري عشان يدافع عن المنطقه دي؟ المونوسايت الماكروفاج جاي داخل ينظف ماشي. يقول لك ايه ده؟ داخل بقى ايه يشوف ايه المصيبه اللي حصلت دي. وطبعا مع شويه الشقوق بدا يتراكم شويه ايه بليتليتس، خلي بالك من دي ماشي. يبقى في الاول خالص الهايبرتنشن عمل انتمال كراكس مع السموكنج ماشي. بعد كده المرحله الثانيه من خلال الكراكس اللي بدا يدخل تحت الانتما اللو دنسيتي لايف بروتين، عشان كده لازم يكون عنده هايبر ليبيديميا، يكون عنده ايه هايبر ايه ليبيديميا. هي منظومه كده، دهون عاليه، تدخين، ضغط عالي، تصلب شرايين ماشي. دي البدايه. وبعدين قال لك الدهون بعد ما دخلت ايه مع الشقوق دي في شويه بليت كده لزقت على الايه على الانتما ماشي، مش مستوى جلطه يعني، شويه بليت كده صغيره كده ماشي. وبدا ايه في خلايا الجن كده ايه اللي حصل ده؟ في دهون في مكان غريب يا جماعه ما بتبقاش موجوده هنا، جت المونوسايت تشوف الدنيا عامله ازاي اه. وبعدين ايه اللي حصل؟ المونوسايت دخلت ماشي عشان تنظف صح كده، وعملت ايه؟ بدات تبلع الايه الدهون دي ماشي. ايه اتحولت لحاجه اسمها المونوسايت المليانه ليبيدز دي بيسموها فوم سيلز، بيسموها فوم سيلز. بقى عندك دلوقتي تبص تحت الانتما دلوقتي لقينا في حاجه اسمها فوم سيلز. ايه يا جماعه الفوم سيلز؟ عباره عن ايه؟ عباره عن مونوسايتس انجال في مينها او جواها مليانه بالايه باللودنس لايف وايه بروتين الموجود ده ماشي. امال مين اللي بره دول؟ بليتلتس. يبقى الترتيب تاني قرح، مش قرح لا، انتمال كراكس، اصل القرح دي مرحله ثانيه ماشي. انتمال ليها كراكس، نتيجه ايه كراكس؟ قلنا هايبرتنشن سموكينج ماشي. طيب بعد كده ايه اللي حصل؟ ديفيوجن اوف ليبيدز ثرو كراكس مش كده، تروح تحت الايه تحت الانتما، تحت مينها؟ الانتما. في شقوق دخلت منها مع الضغط العالي مع بتاع بيندفع الايه الماده الدهنيه دي ماشي. طيب بعد كده الكراكس جت عليها بليتلتس ماشي المنظر ده. وبعدين مين اللي بدا يقرب؟ حس ان في حاجه غريبه في المنطقه دي، المونوسايت بدات تجري على المنطقه دي تدافع عنها. شوف ايه اللي بيحصل بقى، في مونوسايتس ومعاها منها بليتلتس، بس البليتلت مش هتخش ما تتحركش اصلا، هي ملزوقه على الايه على الانتما دلوقتي. مين هيتحرك ويعمل اميبويد موفمنت ويخش ويتحرك كده؟ الماكروفاج ده او المونوسايت ده. جت المونوسايت دخلت تحت الانتما وراحت بلع الايه الليبز الموجوده دي، مش كلها طبعا على قد ما تقدر يعني. لما بلعت اللو دنس لايف بروتين ده اتحولت لحاجه اسمها فوم سيلز، تعالى الخلايا كده كبيره كده وليها فومي سيتوبلازم ماشي. وبعدين بص بقى الحركه دي. بدات البليتلتس والمونوسايتس دي طلع كيميكال فاكتورز معانا كده، الكيميكال فاكتور دي تنبه السموث ماسل بروليفريشن. بص بيحصل ايه، البليتلتس الموجوده دي مع المونوسايتس بدات تطلع كيميكال فاكتورز معانا، الكيميكال فاكتور بدات تسحب السموث ماسل منينها؟
من او تعمل بروليفريشن للسموث ماسل الموجوده فين ها في الميديا تورد الايه الانتما كده. يعني بدا السموث ماسل هنا يحصل لها بروليفريشن ناحيه مين ها ناحيه الانتما. شوف المنظر عامل ازاي المنظر ماشي. مين اللي عمل الكلام ده كله؟ المونوسايتس والاكتيفيتد ايه ها بليتلتس. وبعدين بص المنظر عامل ازاي بقى كده ايه ده حد شو اللي موجود هنا مين دي فوم سيلز ايه الحاجات دي سموث ماسلز وايه اللي حواليه من الاصفر ده في ليبت كريستلز موجوده صح كده ماشي وايه اللي بره دول بليتلتس. وبعد فتره بدا يحصل بروليفريشن للسموث ماسل والكونكت تيشو اللي حواليها كمان. بص المنظر عامل ازاي القرف ده. بص بقى كده هنا تعال نتفرج ايه المنظر الموجود هنا. عد معايا واحد ها فوم سيلز فايبر في عندنا ها سموث ماسلز وليبت كريستلز وفي فايبر تيشو كمان في المنطقه دي حاجه زي الجرينشن تيشو كده كتله اتكونت هنا معايا. مين اللي اتدمر هنا خالص الاستيك لامينا. مين اللي ضغط عليه تحت هنا الميديا حصل بريشر اتروفي للميديا مش كلام. طب لما الكتله دي زادت قوي عملت ايه في الانتما قطعتها عملت قرح لما اتقطعت ايه اللي اتكون عليها ثرومبس. اوبا هي دي بقى المرحله الاخيره بقى مش كلام اللي كان فيها ايه حاجه اسمها السر ماشي. يعني في كراكس وفي السر. الكراك دي في الاول خالص صح كده الالسر دي في النهايه خالص. تاني رجعوا كده خطوات تاني بسرعه كده ايه اللي حصل في الاول انتمال كراكس بتت ستريس اللي عمل ستريس ده هايبرتنشن وسموكينج. وبعدين الخطوه الثانيه ايه اللي حصل الليبيدز عادت من خلال منها الكراكس تحت الانتما. الخطوه الثالثه الكراكس لزق عليها بليتلز والمونوسايت عادت من خلال الايه الكراكس. هتروح فين تحت الانتما عشان تعمل ايه تتنظف الحته دي اللي هي اسمها ايه دينا اللي هي الليبت كريستلز الموجوده دي ماشي. بعد ما دخلت اتحولت لحاجه اسمها فوم سيلز. يعني ايه فوم سيلز؟ هي مونوسايت فيلد ويز ليبتس ماشي. مونوسايت فيلد ويز ايه ويز ليبتس. الخطوه اللي بعد كده الفوم سيلز دي مع البلاكت تطلع كيميكال ايه فاكتورز تعمل بروليفريشن للسموث ماسلز. طب اجيب سموث ماسل منين؟ من الميديا ما جنبها اصلا مفيش المسافات دي كلها على فكره. يعني المسافات دي كلها مش موجوده يعني كله ملزق في بعضه ماشي. المنظر عامل كده في سموث ماسل وفوم سيلز. بعد كده حصل بروليفريشن للسموث ماسلز. بعد كده اللي حصل فايبروزس مع ليبز. ما خلي بالك ما ليبز عمال بيتراكم اكتر واكتر. هي ليبز جت مره وسكتت لا ما على طول الموضوع شغال ماشي. ليبز وفوم سيلز وفايبرس تيشو غير كمان حصل ضمور فينها في الميديا والانتما اتقطعت اكتر عملت قرحه والقرحه عليها ايه اتكون عليها ثرومبوس. هي دي بقى المرحله لما بيتسد الارتر ايه خالص. في اي مشاكل يا شباب صعبه؟ طيب هو الموضوع بيجي ازاي؟ يعني دلوقتي ده الباثوجينيسيس بتاع عمليه الايه الاثيروسكلروز. طب احنا بنشوف ايه بقى بعينينا لما جيت مثلا ارتري طلعته بره اتفرج عليه شكله عامل ازاي؟ بصوا معايا الارتري بيعمل كده اهو مقفوله. انا هعمل ايه؟ هفتح الارتري واتفرج عليه من جوه بقى شكله عامل كده بالمنظر ده. طبعا هو انت هتشوف حاجه من بره؟ لا انت هتشوف منين؟ من جوه. مش هو في الانتما هو الدون دي لونها ايه؟ لونها اصفر ماشي. فبتلاقي المنظر في البدايه عامل كده. انا هبدا اخدهم ايه كترتيب كده بصوا كده البيجيننج بتلاقي الشكل ده وبعدين بقت عامله كده وبعدين بقت كتل كده والخطوه اللي بعد كده الشكل ده وبعدين بقت المنظر ده. بصوا الشكل ايه الحاجات دي. بصوا ترتيب الاحداث في الاول الدهون الانتما شفافه فبتيجي بص في الانتما بتشوف اللي تحتها الدهون لونها اصفر فالاول بتلاقي ايه يلوش دوتس يلو دوتس يعني دوتس نقط. ايه الدوتس دي؟ ليبت في الاول خالص كده وبعدين تبقى يلو ستريكس. يعني ايه كلمه ستريكس؟ خطوط. بعد كده تزيد اكتر تعمل اثيروميتس بليكس. ايه بليكس؟ طبقات كبيره كده ماشي. تزيد تقطع الانتما ماشي تعمل اثيروميتس السرز ماشي وبعدين تكونها ثرومبس. بس احنا نشوف كده ده ترتيب احداث ترتيب احداث. انت ممكن تشوف الحاجات دي كلها في ارتر واحد؟ اه طبعا ممكن تشوف ارتر واحد.
ارتر في حته افكتد قوي، حته لسه في البدايه، حته اتدمرت يعني ايه، بتلاقي ايه كوكتيل كده في قلب الايه الارتر نفسه يعني ماشي. طب لو لقيت جلطه ده تعرف ان دي اقدم واحده. ليه اقدم واحده؟ هو دي اللي وصلت بقى عملت البليك وقطعت الانتما، دي اقدم واحده فيهم خالص صح كده ماشي. طب دي المراحل بتاعت مين تكوين الايه الاثيروما ماشي. بص يا شباب الحته دي شايفين الكتله دي كده، دي اسمها ايه اثيروما، اسمها ايه اثيروما. في اثيروما وفي اثيروسكلوز. الاثيروما هي الكتله اللي شايفينها دي. مما تتكون الاثيروما؟ ها فوم سيلز، ليبيد كريستلز، سموث ماسلز، فايبروبلاست. الكتله الدهنيه اللي موجوده دي الضخمه دي اسمها الاثيروما. دي اسمها ايه؟ الاثيروما. الكومبليكيشن بتاع الاثيروما دي بتعمل بريشر اتروفي فينها على الميديا صح، يعني الجدار ضعف وبتعمل انتمال ايه السر. طب ايه مشكله الالسر دي؟ جلطه تتكون، هيكون فيها ايه؟ جلطه. فهمتم؟ صعبه. طيب ده مرض اسمه اثيروسكليروز. ايه الكومبليكيشن؟ الكومبليكيشن بتاع الاثيروسكليروز بص معايا، بص يا اخوان الكومبليكيشن حاجتين، هل هو سمول ارتري ولا لارج ارتري؟ لو مؤاخذة يعني مين لارج ارتري؟ اورطة يعني صح، اورطة. طيب سمول ارتري واورطة، قالك والله في حاجتين. بص 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 على الصورة دي، الحاجتين بينين قدامك ايه هما؟ مين دي الطبقة دي اسمها ايه؟ الميديا صح، الميديا ضعفت. خلي بالك ان العين ده اصلا عنده هايبرتنشن كده، يعني هو اصلا هايبرتنسف والميديا بتاع الارت اللي مخليها جامد ضعفت، فالارت هتنفخ مش كده، يحصل انيوريزم ماشي. يبقى الانيوريزم هنا سبب حاجتين، ايه هما؟ ان في بريشر اتروفي في الميديا وعنده هايبرتنشن اصلا ماشي. ما تقنعنيش الواحد بالمنظر ده كده وضغطه عادي يعني ماشي. وصلت؟ بس لما يجي يسالك في الشفوي، يا ابني دلوقتي واحد عنده اثيروسكلروز وعنده هايبرتنشن، مين اللي عمل التاني؟ تقول له ايه؟ الهايبرتنشن. يبقى الهايبرتنشن هو اللي خلاه يدخل في حاله الايه الاثيروسكلروز. عشان كده يا جماعه دايما بص عين الضغط، هو ليه عين دايما؟ بصوا لما واحد يروح يكشف عند دكتور بطنه او مثلا والدتك مثلا ربنا يحفظهم يا رب يكرمهم يا رب كده يحفظهم ماشي. ساعه مثلا والدتي عندها الضغط مثلا، ما راح دكتور بطنه ماشي يكشف عليها ضغط حاله يا حاجه ماشي. بعدي بقى عن الدهون، عرفت الدهون بالضغط؟ ما هو فاكرين الدهون بتعلي الضغط؟ لا خالص، هو خايف من ايه؟ خايف تخش اثيروسكلروز بس ماشي. يعني هو خايف من عليه ليه تخش اثيروسكلروز؟ لا الملح والكلام ده عشان الضغط ما يعلاش اكتر، انما ليه بيبقى ناحيه عن الدهون وبعيد عن مش عارف الدهون ايه وبعيد مش عارف ايه والسمنه ايه ماشي؟ ليه؟ علاقه الدهون بالضغط اساسا ماشي، عشان الاثيروسكلروزس الهايبر تنسف ده هيخش في اثيروسكلروز ماشي. عين السكر ماشي، بنقول الدهون ايه علاقه السكر بالدهون ماشي؟ انا تقول عشان الجلوكوز ايه يا ابني؟ هو خايف منين؟ من الهايبر ليبيديميا، عشان هو اصلا عنده ديستربنس فين؟ في ليبيد ميتابوليزم، هو خايف على كده. لو دهون زادت قوي ممكن يخش فين؟ في اثيروسكلروز، هو ده اللي خايفين منه. فدي اسمها الاثيروم. يبقى المشكله دلوقتي هل هو سمول ارتري ولا لارج ارتري؟ قال لك بص هنا ممكن يحصل انيوريزم وثرومبوس، هنا انيوريزم وثرومبوس. طبعا انيوريزم لسه فيها درس نتكلم عنه حالا، انيوريزم ده عامل ازاي ماشي. يعني انيوريزم ابنورمال دايلاتيشن في الارتري ماشي. ليه؟ طب ليه ايه سبب الانيوريزم في عيان الاثيروسكلروزس؟ ويكنس اوف ميديا. ليه ويكنس؟ عشان الاثيروما عمل البريشر اتروفي صح كده، وهايبرتنشن ماشي، الاثنين مع بعض بيساعدوا بعض مش كلام، جدار ضعيف مع ضغط عالي خلاص ماشي يحصل ايه انيوريزم. طيب ليه ثرومبس؟ دي مرحله متاخره ان في السر اتكونت صح، الالسر اتكونت في رفنس في الغول فكونت جلطه ماشي. ايه الكومبليكيشن بقى؟ ايه الكومبليكيشن بتاع الثرومبس؟ طبعا لسه الانيوريزم هنشوف الكومبليكيشن بتاعتها، لسه ليها حوارتين درس لوحده اصلا. انا عايز دي ودي تعمل ايه؟ انيوريزم في سمول ارتري، اي قصدي ثرومبس في سمول ارتري وثرومبس في اورطه. ثرومبس في سمول ارتري اوكليوجن و انفاركشن وجنجرين. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين انفاركشن وجنجرين يعني؟ انفاركشن مات معفن صح كده؟ جنجرين مات معفن بس ماشي؟ يعني لو قفلت ارتر صغير، قصدي ارتر صغير زي مثلا فيمورال، ده يعتبر صغير بالنسبه للاورطه يعني، بالنسبه للاورطه يعني هو اسمها ميديم سايزد ارتر، يعني قصدي ارتر حجما اصغر وايه واكبر يعني. طب اورطه في جلطه تسده؟
لا امبوليك مانيفستيشن، امبوليك مانيفستيشن. فهمت عامل ازاي؟ هو في غلط هنا وغلط هنا. يعني ده ما انت مش قلت مفيش غلطه في الاورطه، مفيش غلطه تسد الاورطه، بس تتكون في اورطه عادي. بس هتتكون تعمل ايه؟ هتطير تجري في السيركيليشن. اذا كان الليفت فينتريكل نفسه ممكن يكون في غلطه عادي جدا يعني، بس هتسده؟ لا، هتجري برده في قلب الايه؟ في قلب السيركيليشن. فهمت يا اخوانا؟ ماشي. يبقى لو غلطه في ارتر صغير تسده. طب لو سدته على حسب بقى، انفاركشن، لو في لور لين بيعمل غرغرينه ماشي تمام. طب لو غلطه مثلا في اورطه كونت، هتجري في السيركيليشن، تروح بقى على السيريبرال ارتري بقى كاروتد ولا بتاعه، تروح على كورونا اي مصيبه ثانيه. ماشي، وصلت؟ طب ايه بقى دي بقى اسمها ايه؟ انيوريزم. شكلها عامل ازاي؟ بص معايا بقى، فهمتوا الاتيروسكلروزيس؟ صعبه، درس مهم قوي على فكره، درس مهم جدا. تعالى